الفلاحة دي الأصيل غار الملح أو بورتو فيرينا الواقعة شمال العاصمة تونس والمعروفة بنشاط الصيد البحري عبر ميناءيها القديم والحديث. كما يمارس أهالي غار الملح منذ القديم فلاحة تقليدية في حيازات صغيرة مخصصة للاستهلاك الذاتي. يستغل الفلاح عادل مزرعة بوتي سويس لتربية الأبقار وتحويل ألبانها بنفس أساليب أجداده. فلاحة مجدية اقتصاديا ومنصفة اجتماعيا ولا تضر بالبيئة الصحية. تحظى الأبقار بعناية يومية بتفقد صحتها وتوفير أعلاف متأتية من نفس المزرعة التي تمسح حوالي 50 هكتار. البقار متاعي كل العلاج متاعهم طبيعي، ما عندهمش انترفنسيون نورمال كوم ديت انتر بارونتيز نورمال، كل ما نعطيهم كان العلفة انا نعمل الكومبوزيسيون متاعي وحدي، لانه انت تعرف اللي كي نعمل انا حاجه مثلا مثل الفول ولا مثل القمح والشعير كنا كونتوني اون كونكاس هذاك نعرف منين جاي، مش نشري ولا نعرف عليه مداو. بعد تفقد الأبقار يتوجه الفلاح إلى محل إعداد الأجبان وتساعده في ذلك الفنية خولة التي تلقت تكوين إضافي من صاحب المزرعة. لقد تدربت المساعدة خولة على صنع عدة أصناف من الأجبان والياغورت المعروف لدى المستهلكين بمذاقه الطبيعي. نخرج نعمل ريلاسيون مع الكونسوماتور، نعمل بروموسيون على الاغريكولتور بيولوجيك، شويه ماركتينغ، نعمل فونت، نعمل بيبليسيتي، نعمل دو جورني بورت اوفيرت، دونك تعلمت برشا حاجات. ميم اوبري دي كونسونس انترناسيونو تعلمت تمشي نعملنا جورني مع الاف او في الديرنيير كونفيرونس ريجيونال اللي صارت. اون ايتي بريزون اون طونك اكسبير افيك اون ديليغاسيون دو فاتيكان. الفلاح عادل ومساعدته خولة راضيان عن منتوجاتهم الطبيعية التي تلقى رواجا لدى المستهلكين العارفين بقيمتها الصحية. واو. C'est un fromage 100% tunisien, propre. On sent la nature dedans, on sent de l'amour.